بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم، معاكم أشرف رمضان. إن شاء الله النهاردة هتكلم على أسباب أعطال الألواح الشمسية. بعض أسباب أعطال الألواح الشمسية بناء على إحصائية عملها الإنريل. NREL NREL كله كابيتال زي ما اتفقنا، اربع حروف كابيتال، يبقى دي اختصار الكلمات. الNREL يا شباب ده المختبر الوطني للطاقه المتجدده، وده معهد ابحاث في كولورادو في امريكا. طب الNREL دي اختصار ايه؟ الناشونال رينيوبل انرجي لابوراتوري. ناشونال رينيوبل انرجي لابوراتوري. ناشونال رينيوبل انرجي لابوراتوري الNREL. الNREL ده عمل احصائيه قال فيها ان معظم اسباب اعطال الالواح الشمسية اقدر اصنفها في تيبل. احنا هناخد الكلام ده كجايد بس لينا. طبعا احنا هناخد سلسلة كبيرة جدا عن اعطال المنظومة الشمسية مش الالواح بس. فاحنا هنبدأ النهاردة بناء على الاحصائية اللي عملها الانريل، بتقول ان اكبر نسبة بتحصل في اعطال الالواح الشمسيه نتيجه الكروجن اللي هو التاكل، ودي بتصل الى نسبه 45% من الاعطال، ان بيحصل تاكل في السيلز او في الخلايا او بيحصل في الكونكشنز كروجن، تاكل في الكومبوننت الخاصه باللوح الشمسي. طيب وايه كمان بيحصل؟ قطع في توصيلات الخلايا، ده اللي احنا بنسميه السيل او الانتر كونكت بريكس، زي ما احنا شايفين كده ان داخل او السيل نفسها تتوصل بين سيل والتانية من خلال انتر كونكشن داخلي داخل السيل، وبوصل كل سيل والتانية من خلال بس بار او من خلال بار، تمام، بيوصل لي كل سيل بالتانية. فوجدوا ان نسبة الاعطال اللي بتيجي من السيل او الانتر كونكشن بريكس ممكن تصل الى 40%. طيب ايه كمان تاني بيسبب اعطال في اللوح الشمسي؟ اللي هو الجانكشن بوكس، اللي هو صندوق الوصلات اللي انا بوصل بين الالواح الشمسية وبعض وبين الالواح الشمسية وباقي الكومبوننت من خلال الجانكشن بوكس اللي بتبقى موجودة على اللوح او موجودة في خلف اللوح. طبعا ده بيودينا ان ممكن يكون الاعطال نتيجة ديفكتيف يعني معطوب او في مشكلة. كلمة ديفكتيف من الكلمات المهمة جدا، ديفكتيف، تمام، دي بتفيدنا في الدياجنوزنج. دي كلمة دياجنوزنج من احد الكلمات المهمة في الصيانة بصفة عامة. بعمل دياجنوزنج يعني بعمل تشخيص اعطال، بعمل فولت دياجنوزيس، تمام، بعمل تشخيص اعطال، اني بشوف ايه الكومبوننت الديفكتيف المعطوب او اللي فيه المشكله وابدا اصلحه. ممكن يكون عندي الديفكتيف في الباي باس دايود، زي ما احنا شفنا في فيديو قبل كده ان في عندي في خلف اللوح الشمسي في عندي بعض الدايودز او الموحدات اللي احنا بنسميها الباي باس دايود، ودي هنشوفها بالتفصيل ان شاء الله في حلقات الصيانة، واحنا شفناها في الحلقة الخاصة بالدايودات الخاصة بالمسار الجانبي او بيسموها الباي باس دايود. ممكن يكون الدايز دي فيها مشكلة وبالتالي هي اللي مسببة لي عطل اللوح الشمسي، تمام. بعد كده ممكن يبقى الاطراف اللي هي الاوتبوت ليد بروبلم، ممكن يبقى الطرف نفسه اللي طالع من اللوح من الجنكشن بوكس ده هو اللي فيه المشكلة. طيب ممكن يكون في ايه؟ ممكن يكون الواير ده بيسخن سخونه غير عاديه اللي احنا بنسميها الاوفر هيتد وايرز، او ممكن تكون الدايودز نفسها بتسخن الاوفر هيتد دايودز. ممكن يكون التيرمينال نفسه او التيرمينال ستريب اللي هو الطرف اللي واصل بين الكابل وبين الجانكشن بوكس هو اللي فيه المشكله. وبعد كده بناخد اخر احتمالات اللي هو الميكانيكال دامج، ان اللوح بيحصل له دامج ميكانيكي او بيحصل له انهيار او بيتكسر. وبالتالي دراسة معهد الانريل الناشونال رينيوبل انرجي لابوراتوري فادتني في ان انا بقي عندي باك جراوند لبعض الاعطال اللي ان شاء الله هناقشها بالتفصيل في فيديوهات اخرى خاصة بصيانة المنظومة الشمسية. وعشان تعرفوا فيديوهات تانية كتير خاصة بالطاقة الشمسية ان شاء الله هنزلها
باستمرار، فاستنونا في باقي كورس الطاقة الشمسية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.